المعصوم يجي لواحد قاعد يمه ويشوف الإمام، يدخلون عليه ناس من الهنود ويجاوبهم، يدخلون عليه ناس من الترك يجيبهم بلسانهم، يدخلون عليه بلغات من الحبشة يجيبهم بلسانهم. يلتفت للإمام يقول له: مولاي أراك تجيب كل قوم بلغتهم بلسانهم. شلون؟ الإمام يمه حصى شالها وضعها على لسانه، بلل الحصى بلسانه، قال للإمام: ضعها على لسانك. هذا بس بللها الإمام، بلل شيء منها بسيط، ضعها على لسانك. يقول: وضعت تلك الحجارة على لساني إذ بي أتكلم بسبعين لغة.